هاي كيف الحال معاكم ليو؟ قبل كم يوم لقيت تغريدة في تويتر، التغريدة هذه من واحد اسمه قاعد يشرب مويه، كاتب كوت تويت سوي اقتباس للتغريدة وحطوا مقاطع من كوميديا سوداء، لها 318 كوت. الكوميديا السوداء هي ممكن واحد بين افضل تصنيفات الكوميديا بالنسبة لي، انا احبه. في بعض النكات من كثر ما انها تصدمك تقول تضحك عليها بعدين تحس بشعور معفن انك ضحكت عليها بعدين. تعالوا الحين خلونا نحس بشعور معفن ونضحك على هذه المقاطع. ذا الحين النسويات اليمنيات، ايش عجب بحياه الرجل اليمني؟ حتى يقضينا اعمارهم يطالبنا بالمساواة معه. بجد يا ولد النسويات العربيات يعني شو بغون بحياتنا؟ علي عني منتف مسكين. بحاول اغير نظام حياتي، بغير اشياء كثير ان شاء الله تنفع. ادخلي نادي ولا بغير روتين مرة، شارب 700 والاكتئاب ببلاش. الصراحة انا اكتشفت قبل فترة وانا جالس لحالي، كنت جالس افكر في النحف، فاهمين كيف اني ابغى نحف وزي كذا. المهم بعدين جالس اطالع اقول يا ولد انك تكون دب ارخص بكثير من انك تكون نحيف، او انك تحاول تكون لياقتك حلوة وزي كذا. اخ يا بطني، اخوي له حوالي 4 سنين يقدم على الوظائف، اليوم يقول لي قدمت على وظيفة سكرتيرة دعواتك يقبلوني. شوف ملابس معينة ويقبلونك، صدقني انت فين؟ انا في المقابر بندفن جوز خالتي، ليه هو مات؟ لا بندفن عشب ببي يسمع عش الكلام. الله يرحم خاله المسكين. ينكتون عليه حتى امي. شكله عاش حياة معفنة. امس قاعدة اوافيهم تحديثات حادث اخوي اللي راح السيارة تالف. هاي بنات يا غالي وقفي تحكي المعاناة كأنها فلوق يوتيوب. بس اخوها حي، هذا اهم شيء. الوالد ابراهيم وينك في البيت توني قاعد؟ كم مرة اقولك لا تكذب وتقول انك في البيت وانت برا؟ والله في البيت ما طلعت. طيب وهذا منه؟ توجع لو جتك من ابوك. السنة 1850، عندك $50، وش راح تشتري؟ راح اشتريك. اوكي هذه لا، هذه عنصرية بزيادة هذه يا شباب. اوكي ما ضحكت لاني قد شفتها من اول وضحكت عليها. قول الاغنيه اللي حتشغلها في الطريق ذا. انا كمسيحي هشغل القران. اللي تزوج عن حب كيف اقنعته اهاليكم؟ صارحتهم علمتهم اني احبها والحمد لله تفهموا الموضوع على طول، قالوا والله ما تاخذها. It happens. لو قدر الله عليك تمردغت تبي تاخذ حقك وفي واحد ما تطيقه وتبي نعجن لك، تواصل معنا على حسابنا الرسمي. وين فروعهم؟ الطائف اكيد، الطائف اكيد. يعني استطيع شراء ميسي 112 ريال، تستطيعين تجديد اقامتك ايضا. So fucking sad. توها متهنيه بفلوسها المسكينه. يجي واحد يتعنصر عليها بدي السرعه. هذه قد شفتها، جت واحده فقيره قالت والله ما ذقت طعم الدجاج من شهر، قال نفس طعم ما تغير. استغفر الله واتوب الي، استغفر الله واتوب الي يا اخي. بشكل ارقى يا دكتور، دكتور محمود بواسير اخبار طيزك. والله صادق. يا اخي لا ما يجي باب لفه، يعني في النهايه هو يتكلم عن طيزك، يعني ليش بيقول اخبار العمليه اللي سويناها في تحت؟ يعني خلاص حنا كلنا كبار. الحمد لله الشعب تطور. اخر مره يوم بيغازلني واحد بالشارع قال اموت على البرونزي، ما ناداني العبد. التطور ياخذ وقت يعني يا شباب ما عليكم. ابشركم اليوم تم شفتي في قناة الاخبارية، لا تمزح المذيع. قال نشكر جميع المشاهدين وانا كنت منهم. الغالي ريموف ديو. حتى امه ما تقبلت سماجته، حتى امه ما شافته غزال في عينها. امي كانت كل ما تزعل تقول والله لا اروح لابوي يسحب عليكم في عزاء جدي، قال لها اخويها خلاص ما عاد في ابوك تقعدين معنا. ضحكت شوي وزعلت. أخ لا يا شباب. مسكين. أشياء أريدها حول عنقي. نايس. قد جرب أحد هذا؟ It looks amazing يا ولد. إذا أنا أضحككم مين يضحكني؟ درجاتك بالاختبار. هذه كوميديا سوداء صدق. سود الله وجهك. خالي اللي أكل ورث أمي أعطانا عيدي. شو أخبار رياضة مستمرة ولا أي تمرن واجد دايما شي يا حليلها الله يشفيها. قبل فترة طلع إعلان طلعين هذا ومطلعين واحد ثاني معاه، يعني والإعلان يعني طقطق عليهم بشكل سبايسي. أريبيكا ستار هنا. يمكن ما فهمت شيء، الزبدة في أريبيكا ستار مشروب سبايس لذيذ. شكله كانوا يحتاجون فلوس مرة عشان كذا قبلوا يكونون فيه. المقطع هذا رهيب، قد تابعته. I was talking to a man the other day who was leaving, decided to immigrate, and I said why are you leaving? He said it's homosexuality. I said what are you talking about? He said, 300 years ago, if you were homosexual, you were hanged, drawn, and quartered. 100 years ago, if you were homosexual, you were hanged. 50 years ago, if you were homosexual, you were flogged.
and given 20 years in prison. 20 years ago, if you're a homosexual, you were fined £200 and sent to prison for 2 years. 5 years ago, if you're a homosexual, you had a small fine and you were pardoned. I said, well, what are you leaving for? He said, I'm gone before they make it compulsory. ما صارت نكتة يا شباب، احنا الحين نعيش النكتة حقتهم اللي كانوا ينكتونها قبل 40-30 سنة. لما تخبط راسك في الباب وتعمل حالك جابج عشان ما تبكيش عند الرجالة. قبل كم يوم يا ولد صار لي موقف، صار لي نفس الموقف هذا بالضبط. كنت واقف على الشارع وكان ورايا سيارة سودة كذا واقفة، وعلى الرصيف في بنتين جالسين كذا يصورون يعني. المهم وطلعت من السيارة كذا وعلى اساس بخش المحل، دخلت المحل وطلعني نسيت جوالي، رجعت واخذ جوالي وداخل على اساس اني انا بخش بسرعة تمام، ومع الدخلة حقتي بسرعة ضرب راسي من هنا يضرب على الحديدة حقت السيارة باقوى ما عندي لاني كنت مرة مستعجل. بغيت ادوخ انا وقتها الصراحه من قوه الضربه يعني تمام، لكن تمالكت نفسي يا رجل العالم جالس يدور حولي وانا متمالك نفسي، ودخلت يا حبيبي كذا قلت استرجل يا ابن الذين جنبك بنتين، شل الجوال كذا يا حبيبي واطلع كذا واروح. اتوقع رجل مشيتي حرفيا رايحه فيها كذا واخش المحل، ولما دخلت عنده كذا قعدت ماسك راسي كذا نص ساعه وهو يتفرج فيني وانا واقف على الكاونتر ماسك راسي كذا مع قوه الالم. استجمعت قواي شلت غرضي وشرت. اتوقع شافوني الصراحه بس انا ما طالعت فيهم، لان لو طالعت فيهم شفتهم يضحكون انا انتهيت وقتها من قوه الاحراج. تقدمت لوحده عاميه ورفضت احد يعرف برامج تغيير الصوت. The lowest of the low حرفيا هو وصل القاع، ما عاد فيه نزول اكثر من كذا خلاص باي. ما احب يكون عندي كلب ما ينفذ، تكفين لا يا عمتي خليني احس رجولك، لا ما بي خلاص كلب ما تنفذ مو كلب انت، تكفين ما بي افقدك زي ما فقدت ابوي. آه شكل أبوه كان يعامله زي الكلب، فلما مات صار عنده دادي إيشوز. النسيان أنت عجيب لدرجة ما أعرف إذا رحمته يكون بالضبط وشهر 12 أي تاريخ ما أعرف. هذه ما هي نكتة، روح المستشفى يا حبيبي. أريد فيلم عن وحدة كل شيء ما تقدر تسوي بسبب أهلها والمجتمع. باوعب المراية. فهمتها يعني سبحان الله فهمتها حتى لو كانت بلهجات مختلفة. أسامة وينك جاي للبيت جيب حليب معك من البقالة؟ لا من ديتك أكيد من البقالة. والله مو جالسة تسلكوا يا ولد. إيش اسمها قصي شغالتنا تناديني قصي اسمع أبوي خلت تناديني محمد. هذه ما هي كوميديا سوداء يا أخي. الحلويات مجانا لأطفال مرضى السكري. الله يشفيهم يرزقهم الصحة والعافية. حديقة حيوان الملس وش السالفة؟ إنسان حقيقي اللي ماسكه النمر. لا مندوب بقال اثنين. يا مرحبا اي نعم فاضي يا مريني، ابغى كريمه خفق حجم كبير وثمان حبات سانكولا كبير وشبس فخذ الدجاج الاخضر. في شيء احلى من فخذ الدجاج؟ ايش هو فخذ؟ الرجال يا ولد الرجال هورني اس فك. شو وضعك يا حبيبي؟ قالت لك جبلها كريمه خفق، روح جبلها كريمه خفق. قطع رزق بنفسه. نعم لقطع الرزاق حق. لما رحنا نسلم على اخوي قبل الدفن قال له اخوي الصغير نغفوا لك الوسخ لانهم حاطين قماش بخشمه. وقت ضحك لين استوعبت انه ما قام يضحك معنا وبكيت. في نكات موت كثيره يا شباب ايش فيه؟ الامام قال اللهم اقض ديوننا، ما حد قال امين الا انا. واضح ما عنده شيء يخسره. عشان تعرف ثاني مره يا عيوني القذف مو لعبه، بكره نشوف كيف تنسحب من شعرك للسجن. اصلع انا اجلد يا حبيبي. ايوه ما عاد يمديك تسوي له اي شيء الرجال صلع. بنت خلصت الجامعه راحت تدور على شغل ما حصلت، قال لها واحد صاحب حديقه حيوان ايش رايك تشتغلي عندي في الحديقه تلبسي لبس اللبوه تجلسي في القفص. وافقت كل يوم 8 ساعات تجلس في القفص. يوم من الايام كان قفص الاسد مفتوح، دخل عليه الاسد صرخت قال الاسد لا تخافي انا حسين مخلص مانشستر. في نكتة ثانية، لما تروح كذا عند واحد بيع شاي اوكي وتجلس تسولف معاه ويجلس يحكيك عن كيف جاب شهادة الدكتوراه حقته. اوكي كانت مكتومة وكتمها زيادة. سميته؟ يحيى. سميته؟ سبحان الله. سميته يحيى مات. كيف استوعب؟ ايش سالفة الفلتر الزبالة ذا حقهم؟ الله يرحم يحيى. شوف 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 القمر شوف. شوف القمر يشبه لك و... القمر أبيض وأنا أسود. جلد الذات بأبهى صوره على قولهم إيش؟ على قولهم أنت أبيض بعيوننا.
هاو اي مات يور مذر اعطونا مسلسل نفس ذا اوفيس غير فريندز ساينفيلد كيف قابل جمك لا جيتك دخلت حقي مع اذنك مسكين هي دازنت جيت ات الله اعلم ما تصير اللحظات دي في البثوث اقرا تعليق كذا وانا مركز على اللعبه كذا فجاه ولا تفصل ممكن الثريد هذا نخليه لوقت ثاني يعني بعدين هذا اصلا اذا ما المقطع هذا كنسل مستقبلي كامل تمام لكن صراحه انكم ضحكتم والله انبسطت وانا اصوره واشوفكم ان شاء الله على خير في المقطع الجاي يلا سايونارا ماي فريندز.